في ان لان كاي حد لم التعليل؟ لا. في اداه جزم في لام لان هي لام الامر؟ لا. تمام، يبقى الفعل ده ايه؟ مرفوع. كل ده ملوش علاقه بدرس النهارده برضه، ده المعلومات القديمه. طب ايه اللي ليه علاقه بدرس النهارده؟ اللي هقوله دلوقتي يا لعبان، ده مش فعل من الافعال الخمسه. ليه بقى؟ عشان هو ايه؟ في الف الايه؟ الف الاثنين المتصله به الف الايه؟ الاثنين. تمام؟ طب النون هنا موجوده ولا متشاله؟ ثابته ولا محذوفه؟ ثابته قدامي هنا شايفها اهي، فدي اسمها ايه؟ فعل مضارع. يلا راجع تاني، انت قلت ان الفعل ده مرفوع صح؟ يبقى فعل مضارع مرفوع. النون موجوده ولا مش موجوده؟ وده فعل من الافعال الخمسه ولا لا؟ فعل من الافعال الخمسه والنون ثابته قدامي، يبقى فعل مضارع مرفوع وعلام رفع ثبوت النون. السبب لانه من الافعال الكام؟ الخمسه. اللي ما فهمش في ده هيفهم في اللي جاي. المجتهدون يتفوقون. قبل اي حاجه يتفوقون ده اسم ولا فعل؟ فعل. ممتاز. قبليه اداه نصب؟ لا. قبليه اداه جزم؟ لا. طب احنا قلنا الفعل لما يكون قبليه مفيش اداه نصب ولا جزم يبقى فعل مضارع ماله؟ ممتازين، مرفوع. يبقى ده فعل مضارع ايه؟ مرفوع. الخطوه اللي بعد كده، الفعل ده هل ده فعل عادي من اللي احنا كنا بناخده زمان ولا فعل من الافعال الخمسه؟ لا يا مستر، ده هنا في واو الجماعه اللي انت قعدت تحكي لنا عليها ان ده فعل من الافعال الايه؟ الخمسه. تمام؟ فالواو دي اسمها واو الايه؟ واو الجماعه. تمام؟ واو الجماعه. طب نرجع تاني، ده فعل مضارع، ادي اول حاجه، منصوب ولا مرفوع ولا مجزوم؟ مرفوع. مرفوع بايه؟ ها؟ النون ثابته ولا متشاله؟ الناس اللي سرحت، النون ثابته ولا متشاله؟ ثابته. يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. طب سؤال هنا يا مستر، وش احنا زمان في سنه رابعه كنا عارفين ان الجمله الفعليه بتتكون من فعل وفعل؟ اه صح. طب انت عمال يا مستر تقول لي فعل فعل فعل، امال فين الفعل؟ هي الفريقان دي هتبقى فعل؟ لا ازاي يا حبيبي، دي جمله اسميه. جمله اسميه ما ينفعش، احنا بنبص على ورا بنبص على قبل، ما بنبصش على قبل. تمام؟ امال فين الفعل في الفعلين دول؟ هقول لك، الواو هنا واو الجماعه هي اللي فاعل. تمام؟ والالف اللي فوق دي الف الاثنين هي اللي ايه؟ اللي فاعل. يبقى كده الكلمه دي تعتبر جمله متكامله، جمله فعليه متكامله، فعل يلعب والف الاثنين ايه؟ فاعل. المفروض ان انا اقول لك ايه؟ الف الاثنين ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل، بس دي مش موضوعك دلوقتي، لما تطلع السنه الجايه ان شاء الله هتاخدها بالتفصيل. تمام؟ فالف الاثنين هنا ايه؟ فاعل. واو الجماعة هنا ايه؟ فعل. تمام؟ تمام. نطبق تاني يلا على فعل برضه مضارع، يحافظون. أول حاجة بنبص على الفعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ مضارع، برافو عليكم. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع عشان مفيش أداة نصب ولا جزم. تمام؟ النون ثابتة ولا متشالة؟ ثابتة موجودة. الفعل ده من الأفعال الكام؟ الخمس. ليه؟ عشان في واو الجماعه، يبقى ده فعل. ها معايا بقى، انا مش هقعد اقول كل شويه انتوا اللي تقولوا بقى. ها فعل ايه؟ مضارع. مضارع ماله؟ مرفوع. مرفوع بايه؟ وعلامه الرفع ايه؟ ثبوت النون. ليه؟ اتصاله بواو الجماعه لانه من الافعال الخمس. فين الفاعل؟ جودي فين الفاعل؟ واو الجماعه يا مستر، ما انت لسه قايل من شويه. تمام؟ كده احنا طبقنا على رفع الفعل المضارع. تعال الموضوع هيبقى سهل بقى اللي جاي ده، النصب والجزم. تمام؟ الطالبان لن يدخرا جهدا للتفوق. فين الفعل المضارع؟ يدخرا. قلنا قبل ما نبص على الفعل نبص على اللي قبليه. قبليه اداه نصب ولا جزم؟ ها؟ أه؟ لن دي اداه ايه؟ ان لن كي حتى لام التعليل، ادوات نصب، برافو عليك. يبقى الفعل المضارع ده ماله؟ منصوب. يبقى يدخرا فعل مضارع منصوب. واستنى شويه، يدخر في الاخر حاجه، ده مش فعل عادي، ده هنا في الف الايه؟ الف الاثنين، يعني الفعل ده من افعال الكام؟ الخمسه. طب ايه ده؟ فين النون اللي كانت فوق؟ ده شالوها. اه شالوها عشان هنا في اداه ايه؟ نصب. يبقى يدخر فعل مضارع منصوب وعلامه النصب هنا ايه؟ هينفع اقول النون المتشاله؟ لا ما ينفعش، يضحكوا عليا كده. حذف الايه؟ النون. ليه حذف النون؟ عشان ده فعل من افعال الخمسه. ليه يا مستر حذفت النون؟ انت نسيت افعال الخمسه بترفع بايه؟ بثبوت النون. تنصب وتجزم بايه؟ بحذف النون اللي انا شلتها هنا. نرجع تاني،
المهملون لن يتفوقوا. هو مهمل ما بيذاكرش، تمام؟ المهملون لن يتفوقوا. فين الفعل؟ ممتازين، يتفوقوا ده فعل مضارع. اعمله ابص على اللي قبليه، ازاي اعرفه من غير ما ابص على اللي قبليه؟ لن اداه ايه؟ اداه نصب، نفس اللي قبليه اداه ايه؟ نصب. يبقى الفعل المضارع ده ماله؟ منصوب. الخطوه الثالثه، ده فعل عادي من بتوع زمان ولا فعل جديد زي بتاع النهارده؟ لا يا مستر، ده جديد، ده هنا في واو الجماعه، تمام؟ يبقى فعل مضارع منصوب لسه. انا عرفت ان هو فعل من افعال الخمسه عشان في واو الجماعه. طب فين النون؟ اتشالت. طب اتشالت ليه؟ عشان ده فعل مضارع منصوب، وده فعل من افعال الخمسه، يبقى منصوب بايه؟ بالنون المتشاله. اوعى تكتب كده بحذف ايه؟ النون. يبقى يتفوقوا فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف ايه؟ النون. نخش على بعد كده. الاولاد لم يهتموا باللعب، تمام؟ الاولاد لم يهتموا باللعب او بالعلم، تمام؟ لم يهتموا، يهتم فعل، لم اداه ايه؟ لن، كي، حتى، لام التعليل، لا دي مش موجوده، يبقى دي مش تبعنا، مش نصب. لم، لن، هي، لام الامر، لم دي اداه ايه؟ جزم. برافو. يبقى يهتم فعل مضارع ماله؟ مجزوم. الخطوه اللي بعد كده، ده فعل عادي؟ لا ده جديد، افعال خمس. ليه؟ عشان في واو الجماعه، في واو الايه؟ الجماعه. يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم واو الجماعة. أرجع أفتكر القاعدة، الأفعال الخمسة بترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف إيه؟ النون. وهنا في أداة جزم، يبقى ده فعل مضارع منصوب مجزوم وعلامة جزم، ها النون المتشالة؟ لا مفيش حاجة اسمها كده، حذف إيه؟ النون. ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. فين الفاعل؟ واو الجماعة إيه؟ فاعل. يبقى الإعراب كامل، يهتم فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لاتصاله بواو الجماعة هي اللي عرفتني إن ده فعل من الأفعال الخمسة. ناخد مثال بقى على أيه المخاطبة. لا تهملي النظافة، قلنا أيه المخاطبة دي بتاعت البنات، تمام؟ يعني الولاد ما لهمش دعوة بينا دلوقتي، تمام؟ لا تهملي النظافة، لا دي اسمها لا الإيه؟ لا الناهية، لا الإيه؟ الناهية. ليه؟ عشان هي مهملة وأنا بقول لها إيه؟ لا تهملي، تمام؟ طب لأن هي أدوات نصب؟ لا. أدوات جزم؟ لم ولناهية ولم الإيه؟ الأمر. يبقى لا دي لا الناهية تهملي. فعل إيه؟ فعل مضارع. عادي ولا مش عادي؟ لا مش عادي يا مستر، هو أول حاجة ده فعل مضارع مجزوم عشان قبليه لأن إيه؟ الناهية. مجزوم بإيه؟ أبص على الفعل نفسه، آخره إيه؟ ياء المخاطبة، تمام؟ طب ياء المخاطبة دي يعني فعل من أفعال الكام؟ الخمسة، تمام؟ لسه برضه ما وصلتش، أفعال الخمسة ترفع بإيه؟ ثبوت النون، النون مثبتة بتشال، تنصب وتجزم بإيه؟ حذف النون. يبقى ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. أظن إن الدرس كده اتشرح باستفاضة. ان ناقص الجزء بتاع التطبيق، تمام؟ ان انا اطبق على الجزء ده، تمام؟ يؤيد المسلمين السلام العاده، هناخد مثال والباقي ان شاء الله هتحلوه وانا هيبقى في تواصل معاكم عشان نشوف الاجابات الصح والاجابات الغلط. يؤيد المصريون السلام العادل، اجعل الفاعل مبتدا في الجمل التاليه واكتبها. هقول ايه؟ هشقلب المصريون، ها، يؤيدوا السلام العادل. دي ان شاء الله هنبقى نتواصل معاكم ان شاء الله على هنتواصل معاكم ان شاء الله عن طريق، يبقى في اسلوب تاني للتواصل عن طريق الجروب او الكلام ده كله. فاظن ان كده خلاص الحمد لله خلصنا الدرس، عرفنا ايه هي الافعال الخمسه، عرفنا ازاي نعمل الافعال الخمسه. الحاجه الثالثه عرفنا ازاي نطلع جمل فيها الافعال الخمسه. اشكرك. تمام. المصريون هنا عايزين ناخد المثال ده قبل ما ننهي الدرس عشان برضو ايه اديكم احل لكم اول مثال وبعد كده ابقى اشوف حلولكم ايه. المصريون هنا ايه؟ يؤيدون السلام العادي، يعني نطبق الاكس بتاع زمان ده، تمام؟ لم يتراجع العرب، العرب لم يتراجعوا، تمام؟ طب لن يتقدم العرب، العرب لن يتقدموا، تمام؟
اشوفكم ان شاء الله عن طريق التواصل، اشوف اجاباتكم وهنشوف مين اللي جاوب صح ومين اللي جاوب غلط. اتمنى ان يكون الشرح وصل لكم المعلومه تمام، وان شاء الله في تواصل بعد كده. باي، مع السلامه.